مش قلت لك انا اللي يمشي ورا الحريم يجيب ورا؟ مالها هي بقى بنزول الموقف وركوب العربيه وشغل الرجاله؟ صح اخويا، الصراحه كلامك كله صح. لسه واخده بالك ان كلامي صح دلوقتي؟ ايه اللي خدناه من ده كله غير ان شفان الراس، الوقوف قدام عباس، العربيه اللي راحت في 60 داهيه؟ بس انا مش هسكت. طب هتعمل ايه طيب؟ نتحاسب. مش العربيه اللي اتحرقت دي ليكي فيها زي ما هي ليها فيها بالظبط؟ ونفهم بقى ابوكي كان سايب ايه؟ الحق ما يزعلش. والله الصراحه يعني كلامك موزون وداخل دماغي، بس والنبي ابو حموق بالراحه شويه كده وبالعداوه عشان افهم. بصي انا وانت نروح نقعد مع امك واختك، تمام؟ ونحط النقط على الحروف. ما تزعليش مني، انا مش عايز منك حاجه، بس انا جوزك لازم اوعيكي وافطمك. وبعدين ابوكي دلوقتي في المستشفى بين الحياه والموت، وبقيت انا راجل العيله. طبعا راجل العيله والناس، ونروح ونقعد ما نقعدش. احنا ايه يعني، صغيرين ولا ايه؟ ايوه بالظبط، الله ينور عليكي. وينفع بقى راجل العيله دوت يبقى اخر من يعلم؟ لا الصراحه لا. حلو، وراجل العيله بقى ما ينفعش يكون اخر من يعلم، تمام؟ خلصنا بقى من العربيه، يبقى لازم نفهم بقى ابوك كان مدكن فلوس، الفلوس دي بقى فين وهتيجي ازاي؟ لا لا اميشو، كان بان عليهم يا حبيبي، ما انت شايفهم واكلهم البرومه وملحفين. ملحفين ايه؟ انت فاهمه حاجه؟ انت دريانه بحاجه خالص؟ ما انت مرزوعه معايا. بس اللي فالح فيه راح فين يا ميشو؟ جاي منين يا ميشو؟ والتاني عايشه في نعيم وانا اتفقناكم، وعماله تحط كل حاجه في عبها. يعني اختي غاليه واخده خير ابويا كله في كرشها هي وابنها تطفحيه. لا والنبي، انت لسه واخده بالك من ده؟ ده من زمان قوي حاصل. احنا بقى دلوقتي نروح ونعرف حقنا فين، وكله بقى اللي عنده كلمه يقولها وعلى عينك يا تاجر. اللي تشوف اخوي بس كده. وانت بقى اسم الله عليك يا حبه عين امك، هزه طولك انت وجوزك عشان تحاسبه غاليه. بقول لك يا حماتي، لا مؤاخذه الكلام الرش ما يبلش، ده ملوش عيازه. هي العربيه اللي ولعت دي مش بفلوس؟ ايه بقى اللي جننها وطلعها في دماغها تنزل تشتغل عليها؟ ياما ياما مش خايف علينا؟ وبعدين قنص ما قنص، خلاص بقى راجل البيت ولا انت ليك راي تاني؟ راجل البيت خلاص، يبقى اصرف على البيت ومصروف علاجي ومصروف علاج عمك حنفي، ولا انت راجل البيت بق وخلاص؟ ما هو الكلام ده لو كنت انا خدت العربيه اللي ولعت كان زمان انا الوقت اللي بصرف على البيت كنت هغرقه في النعيم. تصرف على البيت ولا على الحشيش اللي انت بتطفحه؟ انت جاي دلوقتي تحاسب اختك؟ كنت فين وابوكي مرمي في المستشفى وغالي عماله تحط القرش على القرش عشان تجيب له علاجه؟ ده حتى عبد الله اللي بتقولوا عليه مش من دمه، طافح الكوته معانا. جايين دلوقتي تحاسبوا غاليه؟ بيت الريس حنفي هيفضل مفتوح بحس بنته غاليه بميت راجل. بقيتي شبه جوزك، روحوا منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وفي احسن، انت جايبانا عشان امك تحاسبن علينا ولا ايه؟ لا احنا مش قليلين. حقك عليا يا اخويا، انا غلطانه ان انا جبتك هنا اساسا. امشوا تعالوا بره. يلا يا حبيبي نمشي. بتخربي عليا ياما، انت خلاص ما بقاش ليكي حاجه تنفع معايا. يلا بره. بتخربي على بنتك انت كده. بصي مالكيش اصلا ايه اي حل، خلاص تهق. انا اصرف عليكوا؟ انا عايز اللي يصرف علينا ياما. امشي يا حشاش. انا سفقناكم بيب بيب عن ايه؟ يا عليك يا غالية يا بنتي، شايلة همنا وهم أبوكي وأختك، خلاص راحت يا غالية يا اللي بميت راجل يا بنتي.